كتير مننا بيبقى محتار ينقي انهي كرومباية عشان تطلع حلوة وما تبقاش ورقها من جوه مش كتير وفاضي ومكتكت، ومشاكل كتير كده بتبقى جوه الكرومباية احنا ما بنبقاش عارفين حلها ايه. انا هقولك يا ست الكل ازاي تجيبي كرومباية حلوة وترمي معاكي ورق وتبقى سهلة خالص وانتي تسلقيها. اول حاجة خالص هننقي الكرومباية المدورة الحلوة البيضة اللي احنا شايفينها دي، وهنتك كده عليها تبقى مهوية، مش المهوية اللي هي ايدك تنزل فيها خالص، لا يعني تبقى مهوية بسيط كده، ما تجيبوش اللي هي ايه متجبسة كده ولازقة ببعضيها وجامدة، ما تجيبوش كرومباية بتبقى كده طالع لها كلاكيع، طبعا دي بيبقى الورق جواها مكتكت من جوه. دلوقتي انا هشيل الورق الاخضر دوت، هنقطعه كده بالسكينة، وكمان هقولك ازاي تسلقيها بكل سهولة وازاي تحشيه وتخزنيه في الفريزر وتطلعيه تسويه ويبقى زي الفل كأنه طازة ولسه معمول دلوقتي. والحقي خزني الطريقة اللي بقولك عليها دي عشان ده كرنب البلدي وخلاص بيودع كل سنة وانت طيبة. انا هنا بقولك ان الكرنباية اهيت بعد ما شلت الورق الاخضر بتاعها زي الفل زي ما احنا شايفينها اهي، بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. دلوقتي بقى هنسلقها وهوريك ازاي كمان اعمل المحشي الخطير اللي انت شايفاه قدامك ده. هنعمل المحشي ونجهزه لأي مناسبة، اي وقت انت جاي فيه من الشغل مش لاحقه تعملي حاجة هتطلعيه وتسويه. انا هنا خلصته طبعا وهغطي الطبق ويلا بينا على الفريزر وابدأ معاكم من الاول واقول لكم ازاي تسلق الكرنباية بكل سهولة وازاي نعمل المحشي الجميل ده. انا هنا معايا الكرنباية، بشيل راس الكرنباية كده بكل سهولة، طبعا يا ست الكل تخلي بالك من ايديكي والسكينة، شلت الراس بسلك كده اللي هي ايه اللي بيقولوا عليها الراس الكرنباية او الوزة اللي جوه، حلة على النار وسايبة فيها مية بتغلي، واول ما غليت هحط بس ايه حاجه واحده كده تخلي ورقه الكرنب وهي مستويه بتقرقش وجميله اللي هي معلقه السكر الكبيره، وانا هنا حاطه معلقه سكر كبيره علشان الحله زي ما احنا شايفين كبيره والكرنبايه كمان كبيره. نزلت هنا بالكرنبايه زي ما احنا شايفين كده، وعلشان الكرنب ما يتهريش منكم ولا يبقى ني هقول لكم ازاي تسيبوها في يعني الوقت اللي هتسيبوها في الميه، وزي ما احنا شايفين كده بنقلبها. انا هنا بقلبها لاني برضو الكرنباية عندي اكبر من الحلة بشوية، فالحتة اللي ما تبلتش ببلها، وبعد ما تبلت بقلب الكرنباية كده وبحاول ان انا ايه اخليها تلمس المية، هما ورقتين بس ثلاثة هيتشالوا من الكرنباية وبعد كده هتبص تلاقيها ايه مظبوطة في الحلة. الكرنب حبايبي مسافة ما الورقة تدبل كده، بصوا هوريكم الوقت دبلت بس دبلت مش اكتر، وخلوا بالكم ان هي برضو بتكمل يعني استواها شوية لما الورق بيترص على بعضه زي ما احنا شايفين كده. بقلب واشيل الورق، ولما اشيل مثلا ورقتين ثلاثة اربعة واحس ان هي عايزة تقلب على الناحية التانية بروح قلبها على الناحية التانية. بصوا ما شاء الله رمية ورق كتير والورق جوه ابيض وزي الفل والورقه كبيره ومدوره، وده بيرجع لاختيارك الكرنبايه من الاول زي ما قلتلك تنقيها مدوره ومهويه بسيط كده هتديكي النتيجه اللي زي الفل دي. انا هنا بسلق الورق ما خدتش معايا 5 دقايق بعد الميه ما غليت كده تمام اهيت، ادي الكرنبايه هي كده خلاص يعتبر ايه القلب بتاعها اللي هو كام ورقيه في قلب بعضيهم، واتسلقوا كلهم وطلعتهم والكرنبايه اتسلقت على خير وزي الفل. نيجي بقى للطريقه بتاعتي في المحشي، طريقه كده جديده وحلوه. انا هنا معايا كيلو لربع من البصل هبشره، انا هعمل المحشي ني في ني، ومحدش يقول لي ازاي ني في ني وهتشيليه في الفريزر، انت هتعمليه على طول وتشيليه في الفريزر هيجمد، ولما تطلعيه هتسويه وهو جامد مش هتسيبيه فوق. احنا هنا بقى ايه عفوا بوريكم ان انا بشرت البصل
بعد ما خلصت كمية البصل دي وبشرتها هنزل عليها بمعلقتين ملح حلوين كده علشان ايه ما تطلعش ريحة. وهكمل معايا هنا من كيلو لكيلو ونص حسب الطماطم حمرا ولا لا، كيلو او كيلو ونص طماطم مغسولين حلو قوي، وهبشرهم برضو بيتبشروا بصوا بكل سهولة خالص. طريقة المحشي دي حلوة ولذيذة، ولازم نشكل يعني في المحشي ونجرب، وانا واثقة ان انتوا لما تجربوا الطريقة دي هتعجبكم. برضو هنا بقول لكم ان انا خلصت بشر الطماطم، وهنا بقى نيجي للخضرة. انا بحط كزبرة، بحط بقدونس وشبت، غسلهم كويس ومصفياهم، وقطع كده ايه الحرف بتاعهم. وهنا بوريكم ان انا بقطع ايه حتت رفيعه وكده. خلصت الخضره كمان، يبقى كده حطينا بصل وطماطم وخضره. هنحط ايه كمان بقى؟ هنحط لحمه، وحطينا هنا اللحمه، وكمان غسله الرز، بعد ما غسلت الرز وصفيته هنزل بقى ايه بمعلقتين كبار حلوين كده سمنه بلدي. طبعا ده بيخلي المحشي في حته تانيه. وهنزل بقى بايه باقي كميه الملح، وكمان هنحط فلفل اسمر. طبعا انا هنا ايه هحط الملح والفلفل وهقلب وادوق، لو عايزه تاني ايه هظبط الملح. ومعايا كمان رشة جوزة الطيب حلوة كده. وهقلب قلب قلب كده. طبعا انا دلوقتي ايه مش هحتاج للمعلقة، بعد ما اقلب تقلبتين كده ونزل السمنة اللي فيها، ونزل ايه كل كمية السمنة كده اللي ايه لازقة في المعلقة، وقلب قلب بايدينا بقى. قلبنا وظبطنا الملح بتاعنا، وعايزه اقول لكم طعمه خطير. هبتدي بقى ايه اوريكم ازاي تقطعوا الورقه الكرنب بكل سهوله، مش يعني الكرنبايه دي كلها مش هتاخد معاكي من 5 لـ7 دقايق وانتي بتقطعيها. انا هنا مسكت الورقه كده وشلت العنقود بتاعها او العرق بتاعها زي ما احنا بنقول، وبقطع بقى الورقه مقاس الصباع اللي انت عايزاه. هي طبعا دي ورقه من القلب، فيا دوبك قطعت معانا بس حتتين. تاني يا ست الكل، همسك الورقه كده اتنيها كده واشيل العرق بتاعها بالراحه كده، وخلي بالك من ايديكي عشان السكينه. وهقطع كده، بصوا اجيب لكم بقى ورقه كبيره من تحت كده علشان اوريكم لما الكرنبايه بتكون ايه كبيره كده ورقتها حلوه، بترمي معانا ورق وبتبقى سهلة كمان ايه واحنا بنحشي. تنينا الورقة زي ما احنا شايفين، وقطعت العرق بتاعها. ودلوقتي بقى هبتدي ايه امسك كده ورقة الكرنباية واقطع ايه حلقات. بصوا دي طلعت معانا ايه عدد حلقات اكبر. اكمل بقى وارجع لكم. وهنا حبايبي انا قطعت الكرنباية كلها، مخليه الورق الاخضر طبعا ايه خفيف كده على الوش علشان ايه هعمله ده في اول رصه. وتعالوا اوريكم ازاي انا بحشي الكرنب وانا مقطعاه حلقات كده. طبعا الناحيه بقول لكم هنا ان الناحيه الناعمه من بره والناحيه الخشنه من جوه. باخد كده حبه من الخلطه والف صباعي المحشي واروح قطعه. ادي صباعي المحشي معانا يتاكل ني، بجد يتاكل ني. تاني يا حبايبي بحط شوية خلطة كده على حرف الورقة، والف الصباع بتاعي واقطعها كده بايدي بكل سهولة، مفيش اي مشاكل خالص. الطريقة دي سهلة، بدل ما ايه تقعدي بقى تقطعي ورقة ورقة صغيرة وترصيهم على بعضيهم وتاخد منك وقت، لا الطريقة دي سهلة خالص وهتوفري وقتك بالطريقة السهلة دي. وجربي الطريقه دي ودعيلي.
انا هنا عملت بس كام صباع عشان ما اطولش عليكم الفيديو وبوريكم. بصوا الجمال والحلاوه، فعلا يتاكل اكل يا جماعه. هروح اكمل بقيه لف المحشي وارجع لكم تاني. وعشان ما اطولش عليكم رجعت لكم هنا، كنت لفيت المحشي وغطيته، هجري بيه على طول على الفريزر. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم وتجربوها وتستفادوا من معلومه ازاي تختاري الكرنبايه، واشوفكم على خير.